مصمم الأزياء البرتغالي فيليبي أوليفييرا باتيستا معروف بألوانه الداكنة، ولكن ضمن أسبوع الموضة في باريس اختار أن يعود إلى الماضي ويستوحي تصاميمه من المنحوتات القديمة. قمت بالبحوث في متحف اللوفر والمتحف البريطاني وصورت التماثيل اليونانية القديمة لتصميم الملابس. هناك جانب أبدي فيها. يسعى فيليبي إلى إدخال لمسة مشرقة على تصاميمه الداكنة عبر استعمال ألوان مفرحة تمثل ردة فعله على الأوقات العصيبة. الأوقات التي نعيشها الآن موجودة دائماً. تصاميم السوداوية والشائكة تمثل الخطر الذي نواجهه اليوم، ولكن ذلك يقابله عناصر من الفن الهابط والمرح، لأني أعتقد أن الناس تريد أن تبقي على القليل من الأمل والخفة في حياتها. بعد 5 سنوات من التواجد في العروض الباريسية، التصاميم التي تحمل مفهوم فيليبي والتي تعتمد على التماثيل اليونانية والملابس الجلدية ما زالت في بداية الطريق لاقتحام عالم الأوت كوتير الذي لا يرحم. ولكن على منصة العرض حين يخرج هذا المصمم البرتغالي اللطيف لا يبدو أنه داكن إلى هذه الدرجة.